وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا رسميا اليوم أكدت فيها أنها تسعى لحصول اللاعبين على عطلة في منتصف الموسم. وأضاف البيان أن الرابطة تناقشت مع اتحاد الكرة الإنجليزي ورابطة الأندية من أجل منح اللاعبين عطلة خلال الشتاء. ويذكر أن الدوري الإنجليزي لا يتوقف في أي عطلات عكس الدوريات الإسبانية والألمانية والفرنسية التي يحصل لاعبوها على عطلة شتوية منتصف الموسم. قرر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام عقب الهزيمة من واتفورد أمس ب4 أهداف مقابل هدف بالدوري. وأشارت صحيفة ميرور البريطانية أن كونتي قرر منح اللاعبين راحة خفيف تخفيفا للضغوط التي يتعرضون لها، إلى جانب شكوى بعض اللاعبين من الإرهاق في الفترة الأخيرة بسبب توالي المباريات. طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكومة الإسبانية بتوضيح سريع حول التدخل السياسي في الرياضة لتجنب حرمان المنتخب الإسباني من المشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة. وكان الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرا شديدا للحكومة الإسبانية في ديسمبر الماضي بسبب التدخل في الشؤون الكروية عقب القبض على أنخيل ماريا فيار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتهم فساد. ومن ناحية أخرى، طمأن خوان لويس لاريا الرئيس المؤقت للاتحاد الإسباني الجماهير بشأن المشاركة في كأس العالم وأنه لا يوجد خطر حول ذلك. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم رفض الاستئناف المقدم من نادي ريال مدريد الإسباني ضد إيقاف لاعبه الإسباني داني كارفاخال ليغيب عن مباراة الذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. وكان الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف كارفاخال مباراة واحدة عقب تعمده إضاعة الوقت في مباراة الملكي أمام أبويل القبرصي في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يضيف الاتحاد مباراة أخرى بعد فتح التحقيق في الواقعة. نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم تقريرا يوضح رغبة نادي هابي فورتشن الصيني في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسبانية. وأوضحت الصحيفة أن النادي الصيني مستعد لدفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي مع النادي الكتالوني. أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الإسباني جيرارد بيكي مدافع برشلونة يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الفريق الكتالوني الأخيرة أمام إسبانيول بالدوري. وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بيكي يحتاج لفترة علاج قد تزيد عن 15 يوما، مضيفة أن بيكي يرغب في التواجد في مباراة فالنسيا الخميس المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا نظرا لأهميتها، إلى أن الجهاز الفني للفريق لم يوافق على ذلك.